بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو النهاردة زي ما انت شايفين هو ازاي تحرك الستاير بتاعت بيتك لاسلكيا بكل سهولة وبأدوات بسيطة جدا هتلاقيها موجودة في كل البيوت إن شاء الله، وهي هتكون في الغالب من مخلفات ألعاب الأطفال اللي موجودة عندنا في المنزل. زي ما انت شايفين كده بنحرك الستارة بكل سهولة. نبدأ على بركة الله. معانا قطعة من الأبلكاش ومعانا الاسطوانة دي، استخدموها الكهرباء في فتح الاسبوتات في الجبس او في السقوف الجبسون بار، وبيستخدموها السباكين برضو فتح المواسير. احنا هنستخدمها في ان احنا هنعمل دايرة خشبية سهلة جدا. بعدين هنطلع الجزء ده هنستخدمه، يبقى معانا 3 أجزاء في كل بكرة. هننضفه كويس في الصنفرة، وبعدين بنجيب الغيرة ونبدأ نحطها على الخشب زي ما انت شايفين. وبعدين بنربط المسمار عشان يشدهم على بعض بالطريقة دي، وننتظر حوالي ساعة. وبعدين بالشنيور او بايدينا، مش شرط يكون عندنا شنيور، هنبدأ نصنفرها، بس الشنيور كمنه معايا بيبقى اسرع بكتير. وبعدين بنصنفرها من جوه عشان تبقى بالشكل ده، ودي هنحتاج منها قطعتين زي ما انت شايفين كده بالشكل ده. نبدأ ننظف النشارة، وبعدين نجيب الحاجات اللي توفرت عندنا من مخلفات ألعاب الأطفال زي ما انت شايفين: مواتير، جير بوكسات. هنستخدم الجير بوكس الأصفر ده عشان هو أسهل حاجة معايا إن أنا أقدر أركب فيه البكرة الخشب اللي احنا عملناه. وبعدين من مخلفاتنا برضو كنت مخزن البرد والمفاتيح كل حاجة. نطلع البوردة دي، وهنحتاج حتة كرتونة، ومعانا الخيط زي ما انتم شايفين، والقطع الخشبية تبقى موجودة في كل الصيدليات. اول حاجة هنعملها هنجيب الشاليمو المناسب للحجم بتاعنا اللي احنا فتحناه، او هنفتح الحجم بتاع الشاليمو او الحجم اللي احنا عايزين نثبت عليه كل اللي احنا عايزين نعمله، حاجة زي البلي عشان تبقى فاصل ما بين البكرة والجسم اللي هيبقى ثابت عشان تلف. نجيب قطعة خشبية مناسبة، لقيتها موجودة في البكرة مع بكرة الخيط اللي هنلف على الخيط برضو، وبعدين نقصها، وبعدين نركبها زي ما انتم شايفين. اظن كده وضحت. بعدين هنجيب القطعة الخشبية وهنقصها بطول مناسب، قطعتين خشب بنفس الطول بنفس المقاس هنعلم، وبعد كده نقص، وبعدين هنلف عليهم شريط لحام او لزق عشان لما نشغل الشنيور الخشب ما يفصش من بعض. وبعدين نفكش كرتون معانا كده الخشب خلاص، وبعدين نبدأ نثبت القطعة الخشبية الصغيرة اللي احنا فكناها من بكرة الخيط.
زي ما انت شايفين. بعدين نركب الشاليمو وبعدين نجرب ونحط الشمع بتاعنا وبعدين نثبت زي ما انتم شايفين. احنا بنقفلها عشان تبقى اقوى، تبقى قوية عشان هتستحمل شد الخيط عليها اللي هيشد الستارة. وبعدين نثبت قطعتين خشب زي ما انتم شايفين عشان دول اللي هيثبتوها في الماسورة بتاعت الستاير او على الحيطة. وبعدين نحط قطعة خشبية زي ما انتم شايفين تبقى دعامة عكس اتجاه الشد عشان تقوي البكر او البقرة بتاعتنا. وبعدين نثبت البقرة في الجير بوكس او الموتور اللي معنا بشمع، مش مشكلة هيفوا بالغرض. وبعدين نشيل الزيادات تمام. وبعدين نجيب البوردة بتاعتنا اللي هي لوحة التحكم عن بعد، نخرجها من عربية كانت في وسط ألعاب الأطفال عندنا بعد ما اتكسرت. وده الريموت أنا عامله دامج فيه كام بوردة مع بعض عشان أقدر أعمل كذا أمر مختلفين. نجيب القطعة الكرتونية وبنقصها عشان أنا عايز أعملها زي علبة كده أحط فيها البوردة. ممكن انت لو عندك علبة مناسبة او حاجة شكلها احسن تشتغل. هقفلها لحد ما تبقى بالشكل ده. نجرب، مناسبة جدا للبوردة، كبيرة شوية بس مش مشكلة. وبعدين نثبت القطعة الخشبية اللي هنثبت فيها الجير بوكس او الموتور المحرك اللي معانا بشمع عادي مفيش مشكلة. ممكن تستخدم افزام، ممكن تستخدم خيط، ممكن تستخدم سلك رباط، كله شغال. المهم توصل النتيجة اللي انت عايزها. بعدين نخليهم قطعة خشب، ندمج معاها قطعة خشبية تانية عشان تبقى قوية. وبعدين نثبت قطعة خشبية صغيرة برضو نفس اللي عملناه في البقرة التانية عشان تقوي العزم شوية. لحد ما يبقوا معانا بالشكل ده، معانا البكار ومعانا المحرك. وبعدين نبدأ نثبت في الستارة. معلش في الفيديو ده هتبقى الصورة مش واضحة قوي لان انا بصور بايد وبشتغل بايد تانية. ثبتها باي حاجة، انا بحط لها حشو ورق وبعد كده بثبت لها قطعة خشبية تانية. ممكن تثبتها بمسامير زي ما انت عايز، ممكن بافزان بلاستيك او بافزان حديد. وده عملناه بافزان على طول البقرة اللي معنا، نشد الافزان بقوية ونرى ان احنا ممكن نحتاج نطولها عشان تشد معانا الحبل اللي هيشتري الستارة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعدين هندخل الخيط معانا او الحبل اللي معانا هندخله، هنعمل له فتحة في الستارة ومشي في الستارة زي ما انتم شايفين فوق كل حلقة من حلقات الستارة. طبعا الستارة اللي عندنا انا فكيت منها الحلقات الحديد عشان تمشي بسلاسة على الماسورة. لحد ما يبقى بالشكل ده معانا هنشد الخيط على البكرتين كده، البكرة والبكرة التانية. عشان لما الموتور او الجير بوكس يلف معانا بالطريقة دي تتحرك الستارة
زي ما انتم شايفين. هنا نوصلها على بطارية، مع اننا نقدر نوصلها على شاحن موبايل قديم، اي محول معانا يقدر يطلع لنا 4.7 فولت او 5 فولت، بسيطة خالص ان شاء الله. نجرب على بركة الله كده، تمام زي ما انتم شايفين الستارة بتتحرك بكل بساطة عن بعد لاسلكيا بحاجات بسيطة جدا، مكلفناش حاجة. بس اهم حاجة ان احنا نستغل كل حاجة موجودة عندنا في مخلفات الاطفال، مش الغرض منها ان احنا بنعمل الستارة، احنا بنعلم اطفالنا ان هم يستغلوا كل حاجة موجودة عندهم، وفي نفس الوقت ان هم يعرفوا يعملوا بقى حاجة مفيدة، وان هم يقدروا يطوروا من نفسهم. وكده ان شاء الله نكون انتهينا من الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب يا رب نكون قدمنا افادة فيه النهاردة. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب واشتراك او اعجاب لقناتنا على لصفحتنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.